انت جاي مقبل على وضع اقتصادي صعب وصعب جدا، ليس على مستوى الدول الصغيره انما على مستوى العالم. فلا بد ان هذه الدول تبدا ان تحدد شكل الاقتصاد الحالي، ولان احنا في منظومه اقتصاديه عالميه ولان تحكمنا اتفاقيات دوليه، يجب ان هذه المرحله الان نحتاج احنا ان نتكاتف كلنا على مستوى الدول حتى نقدر نطلع تصور شرحه. يعني على سبيل المثال هذا راح نشتغل في العمل عن بعد حتما اكثر ما كنا عليه من قبل. هل راح نحتاج الى 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 اعمال او خدمات تتحول اقتصادنا الى اقتصاد خدمي اكثر من اقتصاد انتاجي؟ نعم. هل يكون راح يكون التكنولوجيا دور اكبر؟ حتما دور اكبر. ففي امور كثيره احنا ما كنا نعيها في السابق الان راح نحتاجها وراح نعيها اكثر. هل الاهتمام بالبيئه راح يزيد ولا راح يقل؟ انا اقول لك الاهتمام بالبيئه راح يتضاعف اضعاف اضعاف، لانه راح يكون له تاثير على التنميه الاقتصاديه المستدامه. نحن سنحتاج في المرحله الحاليه واتمنى تكون مرحله قادمه سريعه ان نبدا هذا النوع من الحوار. صحيح راح نعتمد على المعدلوف في العالم، لكن على الاقل نبدا المرحله بميزتها الايجابيه صدرها. لو ننظر الى هذه الجائحه تاثيرها على الاقتصاد، هذه في يعني وتاثيرها او الازمه اللي ادت بها او نتجت عنها، تشوف ان هي مختلفه عن الازمات الماليه العاديه اللي ممكن او الازمات اللي تحل بالاسواق بشكل يعني اللي شفناها مثلا في التاريخ. الاختلاف انه ممكن يكون قطاع معين في مشكله، ممكن تكون عدد من الدول فيهم يواجهون تحديات او صعوبات معينه في الاقتصاد، يترتب على ذلك ان يكون عندك ازمه، يكون عندك ما يقولون تراجع في الاسواق، وبعدين تبتدي تحاول ان تحل هاي الاشكال. اليوم نعيش شيء مختلف. هذه ان انت اتي وتقلق الاقتصاد، تقول يعني تسوي لوك داون حق فترات في كل القطاعات في نفس الوقت، يعني هذه شيء غير مسبوق. فتاثيره خاصه اذا استمر لفتره طويله ممكن يكون تاثيره كبير، لانه ممكن يكون في تاثيرات اقتصاديه هيكليه. يعني احنا نتكلم عن 40 مليون في امريكا، هل هذه 40 مليون لو استمرنا حق فتره طويله بدون يعني مثلا نفترض ان جاتنا موجه ثانيه في كان قرار ان نستمر في قلق الاقتصاد، هذه بيترتب عليه انه بيكون من اصعب انه يرجع الاقتصاد على ما هو عليه. هنا في البحرين خلنا ناخذ مثلا المؤسسات الصغيره والمتوسطه ورياده الاعمال، هذه قطاعات استثمرت فيها البحرين كثير عن طريق تمكين، عن طريق البرامج اللي حطتها الدوله لتنميتها لعقود. فلما نمر بازمه بهالشكل بهالمستوى، يعني مثل ما يقولون غطي مو البحرين على العالم كله، في عندنا مثل ما يقولون الريسك او مخاطره ان هذه المؤسسات ما ترجع، واذا ما رجعت كل الاستثمار وكل العمل والجهد اللي صار يروح. ان ترى القوه الشرائيه تغيرت بعد هذه الجائحه، الناس صاروا ما يشترون قوه شرائيه او يقوم يشترون، يعني حتى لو جاءت موسم معيار الجهد ما شفت الحركة في السوق، بس صار عندهم مبالغ بسبب إيقاف الصور، صار عندهم مبالغ متراكمة، بس هم بعد صاروا قاعدين يخافون إن يصرفونها وقاعدين يحاولون يوفرونها حق القادم، لأن الحين صاروا عارفين إن الشغلة مو 3 شهور، الشغلة إن هي مطالة 2 أو يمكن أكثر، أو يمكن أنت لازم تتعامل بوضع جديد، شلون تطلع كمامات، يكون في تباعد، يكون في عدد قليل يقدر يستقبله، حتى لو باشر تفتح المطاعم، تفتح المقاهي، تفتح الجمال المغلقه، بيكون
استيعابه 30% يمكن عشان يحقق اللي هو الشروط المطلوبه، فهذا راح يؤدي ان سلعته راح يبيعها بسعر اغلى، يعني يمكن راح يكون في ارتفاع، يعني نشهد ارتفاع في الاسعار 100%، لانه هو عندك كل التكلفه ثابته عليه وصار عند المشتريات اقل 30%، ناهيك عن ان يعني شهيه المستهلك تغيرت عن قبل، يعني كثير من الناس ما قاعدين يسوون اشياء اللي كانوا يسوونها او الكماليات، 90% من مبيعاتهم دروب. يمكن بفرنسا بعد عنده الحسابات والاودت يقدر يعرف، بس في نفس الوقت في قطاعات ثانيه صار انها تعرف. لكن يبقى السؤال، في ظل انخفاض اسعار النفط وفي ظل التزامات الدوله وفي ظل ارتفاع الدين العام وفي ظل ظروف اقتصاديه سيئه، من اين ستوفر الحكومه الماليه المطلوبه للوفاء بالتزاماتها، مش كما جاءت في الميزانيه العامه بعد خصم جزء من المصروفات؟ من وين راح نبدا؟ فلا بد الحكومه راح تلجا الى 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 مصادر اخرى. هذا المصادر اكيد جزء منها، يعني شوف العالم كله عايش على الضريبه التقليديه، ما عدا الدول النفطية أو الدول اللي عندها موارد طبيعية، هي هذه الدول الوحيدة اللي تعيش على الموارد ما تعيش على الضرائب. لو تفتح أنت ميزانية أي دولة في العالم بخلاف الدول النفطية أو الدول اللي عايشة على الموارد الطبيعية، تجد أن أكبر مصدر للدولة هو الضريبة. وأنت الآن بدأت بالضريبة واحدة اللي هي القيمة المضافة، وهذه هي يعني وبنات بمبلغ صغير. القيمة المضافة في بعض دول أوروبا توصل 27%. هذه الدول نفسها عندها ضريبة على الأرباح، وعندها ضريبة على الدخل، وعندها ضريبة على التركات، وعندها ضريبة على العقارات، وعندها ضريبة، لأنك أنت حتى توازن بين ميزانيتك وتقلل اقتراضك لابد يكون عندك دخل. مع الأسف الشديد النفط نزل، ومن غير المتوقع على الأقل هذا السنة من خبراء النفط أن خلال السنة أو السنة القادمة ترجع أسعار النفط إلى ما نبتغيه إحنا. يعني حتى 60 دولار ليست سهلة. والله يا الناس إذا مو حاسة على كل هالأزمة هذا عندنا مشكلة. بصراحة أقول لك إياها، الناس متعلمة فاهمة عاقلة، تطالع التلفزيون، تطالع الأخبار على السوشيال ميديا موجودة، وتعي بأن نحن الآن نعيش في وضع لن يتكرر. بعد هذه الأزمة في يعني في السياسة الاقتصادية جزئية واحدة أو جزئيتين مهمين أنا نركز عليهم، اللي هما مسألة المؤسسات الأكثر تضررا، ونوجه يعني بدال ما نحط مثل ما يقولون قطاع على كل القطاعات مثلا أو كل القطاع الخاص، في كثير مؤسسات اللي استلمت مبالغ من الحكومة عن طريق دعم اللي حصلوه حق المعاشات رجعوها بطريقة أو بأخرى إلى مثلا عن طريق تبرع إلى فينا خير وما شابه. فهذه مؤسسات مو ضرورة تحتاجها. خلنا من البداية نركز على المؤسسات اللي تحتاجها، القطاعات اللي تحتاجها، نسوي أساس حق الاقتصاد ونعرف والله هذه القطاعات الأكثر وهذه اللي تحتاجها. هذه من ناحية واحدة، هذه بساعدنا أن نخليهم يرجعون قد المستطاع 30%. هذه للحين حق أي أحد في الأعمال ما بتساعده. الجزئية الثانية، ما ننسى العمل اللي قمنا فيه في كم من سنة اللي فاتت، هذه مسألة برنامج التوازن المالي. نعم صعب أن مثل ما يقول نواصل عليه لما تكون في تباطؤ في الاقتصاد، لكن مهم ان احنا يعني هو الاتجاه الصحيح، هي الخطه السليمه. احنا اعطينا كلمه لمثل ما يقولون الاشقاء في المنطقه ان هذه خطتنا، هاي توجه. طبعا المعطيات تختلف، لكن لازم نستمر على ما احنا عليه، لان بدون يعني مستوى الدين العام يوصل الى مستويات خارجه عن السيطره خلاص. هو الميزانيه احنا يوم مشيناها السنه الماضيه طبعا مشيناها
توافقات كثيره لان هي كانت في توازن مالي مثل ما قلت لك. في نفس الوقت كانوا يعني في عندهم ضريبه القيمه المضافه بيكون مدخول جديد كان في هذه الميزانيه وكان في اعتماد عليه ومع الدول المانحه وكان في دول متبنيه التوازن المالي وان هي راح تساهم في خفض العجز اللي موجود كان في الميزانيه. الميزانيه حتى لو كانت جايه هاي الأرقام متواضعة أو بالمشاريع اللي ما كانت بالحجم المطلوب، بس كانت في عدة أمور كانت يعني خارج مرتبتها. يعني كان في مثلا المارشي كان هو ماخذ كل المشاريع الخدمية من شوارع من إسكان مشاريع كثيرة إنه يتم المستوى البحرين يحافظ إنه في حركة وفي شغل حق المقاولين حق الناس اللي موجودين إنه في خدمات للمواطن، وما كانت في الميزانية. الميزانية فقط كانت 90% منها كانت حق الباب الأول اللي هو باب رواتب حق الخدمات كلها. كانت مجموع المشاريع اللي كانت موجودة فيها كانت 200 مليون دينار، هذه إجمالي المشاريع اللي كانت موجودة في الميزانية لكل سنة. فبالتالي وطبعا كان عندنا اللي هي 435 مليون دينار اللي هو الدعم الاجتماعي، كانت أكبر الأرقام اللي موجودة اللي هي خارج هذه يعني الباب الأول. لو تحسب نسبة وتناسب فبتحسب الباب الأول أقل من 90 يعني 60% اللي هو الرواتب، ويكون عندك اللي هو الدعم الاجتماعي كان 435 مليون كل سنة يقدمونه حق المستفيدين من بدل الإسكان، دعم اللحوم، دعم الأسر المسجلة اللي هي تقريبا 22 ألف أسرة تستلم اللي هي الإعانات الشهرية اللي هي تحافظ على مستواها في الحياة. فهذه أساس اللي كان ميزانية. فكانت الميزانية وايد مفصفصة إن هي تروح بالضبط لمستحقيها وتروح بالضبط الأماكن، لأن إحنا كنا في توازن مالي. وكان الهدف من هذا الشيء إن خلال 4 سنوات نوقف العجز في الميزانية عشان بعدين نبتدي نفكر شلون ندفع القرض. فكان طبعا العجز في الميزانية كان في عجز أولي اللي هو عن الإيرادات والمصاريف، وكان في العجز الثاني اللي هو في أرباح إجمالي القرض اللي كان على البحرين. فكانت الهدف أن العجز الأولي مع عجز الأرباح يتصفر في السنوات اللي بتجي قبل 4 سنوات هذه، ويكون النظرة القادمة أن احنا ننظر شو نسوي. ترجع للميزانية، طبعا الميزانية الحكومة بدت يعني تبعث حق الوزارات وتبعث حق الهيئات وتبعث حق هاي أنها تخفض تكاليفها وتخفض مشاريعها وتخفض الأمور بنسبة متراوحة بين 6% إلى 30% كل هيئة وكل إدارة وكل وزارة على حسب في الميزانية القادمة. مو نفس التخفيض اللي تم المرة الفاتت 30%. لا يعني هو يعتمد من مكان لمكان، يبتدي من 6 لحد 30 يعني كل هيئة وكل دائرة. يعني هم بعد عندهم حسابات كم عنده الحين رفق، شنو صيانة المباني أو شلون مباني بعضها يستغني عنها ويستخدم التقنيات والناس تشتغل عن طريق البيت، او هل مثلا نقدر احنا نسويهم في مكتب واحد وشفتات يشتغلون. يعني في افكار وايد قاعده تطرح انت حتى حق تشغيل مدارس. يمكن اليوم يقول لك اليوم سويت التدريس عن بعد ومشى ونجح، ليش ما نسوي 3 ايام حضور ويومين عن بعد يكون مكانهم طلاب ونختصر المدارس ونختصر مدرسين. اليوم افكار وايد فيه، وهاي كلها افكار تساهم انك انت تخفض التكلفه، تخفض الخدمات، تخفض الخدمات الصحيه. اليوم 80% من مراجعين المراكز الصحية ومستشفى بالتليفون صاروا ما يروحون. أمور كثيرة قاعدة تتغير، فإحنا لازم نحط أحد يعني يقيسها ويوزنها لأنه يشوف هل التغييرات راحت إيجابية في مصلحة الجميع إيجابي، أو التغييرات راحت في مصلحة دون مصلحة. هاي تحدي كبير، يعني إحنا شلون نحول هذه الأزمة والبطالة اللي أصلاً كانت موجودة والبطالة اللي راح تضاف لها. يعني لازم يكون واقع، يعني هذه تحدي كبير، وإحنا لازم الكل يفكر في طريقة شلون نحول هذه التحدي إلى نجاح. الشيء اللي مطمن إن أصلاً البحرين، حكومة البحرين أساساً هي استثمارها الأساسي ترى المواطن، واستثماره وتعليمه وإن يكون هو مؤهل حق خوض أي معركة. يعني شو دائماً حتى في الدستور حتى في قوانين دائما محور الاهتمام من الحكومه على المواطن، وهو استثمار الحقيقي في المواطن. فاي دوله مستثمره مع المواطن ما ينخاف عليه. في البحريني في اي مكان يروح او في اي شغله يشتغلها دائما متميز ودائما يكون له وجوده. اليوم يعني طبعا لازم المواطن بعد يتحمل مسؤوليه ويحاول انه هو يقبل. اليوم يعني مهما كان البحرين فيها 500 ألف موظف اجنبي،
هذه في كل الإحصائيات اللي كلها موجودة، من 500,000 موظف أجنبي في ما لا يقل عن 20% منهم رواتبهم فوق ال 1500 دينار. هذا القطاع الخاص والعام كان توتال. القطاع العام ما في عدد الكبير مقارنة بالقطاع الخاص، يعني بالنسبة لا زالت يعني تتكلم عن 8,000 وظيفة من أصل هذه الوظائف اللي موجودة، بس أنت تتكلم إنه فعلًا في القطاع الخاص. فأنا حتى لما كان في المجلس، حتى لما كان في كلام عن البطالة، أنا أقول ما يصير في بلد فيها 500,000 وظيفة ولا 450,000 وظيفة حق أجانب يقولنا إحنا عندنا بطالة. أما إحنا دول الخليج لازلنا إذا غيرنا الهيكلة، غيرنا التركيبة، مع مراعاة كل الأمور، مع مراعاة أن البحريني يتم تهيئته وأنه يتقبل يشتغل ساعات أطول، هو اللي خرب الشغلة الحكومة ترى، لأن الحكومة امتيازات اللي تعطيها حق المواطن تخلي المواطن كله يقارن نفسه مع الحكومة، فبالتالي لما يقعد في القطاع الخاص يحس أنه هو قاصر في شيء، أن لا هذاك يحصل لك هذيك راتب أفضل، هذاك بس ساعات محددة، إجازات معروفة، إجازات رسمية. هذه هو شوي لازم يكون يعني حتى الحكومة اليوم حتى هاي يكون تساوي كل يعني المزايا ما بين الطرفين عشان تقضي على أن البحريني يلجأ لها. في نهاية اليوم البحريني لازم يأقلم نفسه ويضطر يقبل بالقطاع الخاص، لأنه هو الباب الوحيد بيكون موجود حق هذه الوظائف.